السلام عليكم، معكم مس كاندي. اليوم في مقطع جديد من خلينا نجرب الانترنت. راح نجرب صندوق كوتسونا جابان اريزر ميكر كيت كيك سويتس جابان دي اي واي. شريته هذه كرتون دي اي كرتون اصنعها بنفسك، تسوي فيها مساحات، يعني مساحة امسح قلم رصاص على شكل حلويات. طبعا في أشكال معينة كثيرة، يعني من هذه الكراتين في أشياء على شكل كيك، على شكل شوكولاتة، أشكال مرة مرة مختلفة. لما كنت أدور شيء أشتري، كنت أدور أرخص وحدة، معليش كنت يعني مرة مرة مطفرة، فكنت أدور أرخص وحدة منهم أشتريها بشرط أن يكون توصيلها للسعودية مجانا. دخلت إي باي، لقيت هذا الكرتون ب8 دولارات والتوصيل للسعودية مجانا، يعني تقريبا 30 ريال. هذا الكرتون شريته طبعا الحين، وانا اصور الفيديو لقيت باي باي نزلوا صناديق ب5 دولارات مجانا. انا حاقدة عليكم. على كل حال، هذا الصندوق مفروض ان في اشياء كذا اسوي من العجينة مساحة. يوم انا كنت ادور اكثر اللي لقيت الحلاوة، بس ما اخترت الحلاوة لاني اخاف انه يصير فيه منتجات خنزير واشياء، فانتم عارفين يعني. وبدل انا ما احب الحلاوة والخرابيط هذه، احسها مرة مرة مو بصحي، فهو اكيد انه مو بصحي يعني اضبط اشياء، لذلك اخترت المساحة. هو الشيء الوحيد اللي لقيته صراحة، هو الشيء الوحيد اللي اعرف اسمه وقدرت ادوره، الاشياء الثانية ما اعرف اسمها، عشان كذا لما وانا ادور ما عرفت القاها. نبدأ الان، خل نفتح الكرتون. طبعا انتم تعرفون ان اليابان مرة مرة مشهورين بهذا النوع من الالعاب ومن الادوات اليدوية، الكيتس نفسها عندهم اشياء غريبة عجيبة من وإلى. لذلك هذا هي الكرتون، هنا المكونات، عجائن او ما ادري صراحة وش فيها بالضبط، ما دورت في اليوتيوب، لكن راح اشوف. تغليفتهم جميلة، انا عاجبني ان ما فيها شيء، يعني يمديني اغلف اشياء ثانية فيها بعدين. ورقة التعليمات طبعا بالياباني مغاط، اشياء حقت عشان اسوي فيها التلفون، عشان اسوي فيها المساحة، عجين ابيض، عجين اصفر، عجين احمر، عجين ازرق، وبس هذا هو اللي فيه. في هنا تعليمات، الكرتونة عجبتني صراحة، خلني احطها على جنب وخلنا نشوف. هذه هي الأشياء الموجودة في الكرتون. خلنا نفتح ورقة التعليمات ونشوف وش الأشياء اللي أسويها عشان أسوي المساحة. طبعا أنا ما أعرف ياباني ولا درست ياباني، لكن ممكن أفهم بالصور. هيتاتسو. طيب ما علينا، والله في كلام ونصائح وأشياء لكن ما أفهم، لكن خلينا نشوف. هنا يقول اتوقع اني اسوي عجينة بالازرق دائرة واحطها في الدائرة، خلاص هذا واحد، ثمين ارش عليها موية، ثمين اصكها، ثمين اطلعها، واذا طلعتها اسوي الابيض، ثمين شلون اسوي الابيض، ثمين اسوي ادخل الميكرويف هو طلعه ويلزق ببعض. هذا اللي فهمته من الصورة، اني اسوي اشياء والزقها. طبعا هنا في طريقة، هنا في شرح للطريقة، والله صراحة انا جد تنحت. طبعا هو انا هذه العلبة راح اسوي فيها ماكرون، العلبة حقتي مو بالشوكولاتات، عشان كذا بس جايتني اغراض الماكرون. راح اسوي ثلاثة هذا الشيء الابيض، واحد اسوي منه 5 دوائر، واحد اصفر. I do not understand. اقدر اسوي بسكوت لان في اشكال مختلفة، فاهمين شلون؟ اقدر اسوي هذا البسكوت، اقدر اسوي الماكرون، هذا الماكرون، هذا هو الماكرون، هذا البسكوت اللي اقدر اسويه. وفي هنا حاطين لي اشياء لما ابغى اسوي زينة هذا هو. فهمت. خلني اقرب، نبدأ نشتغل. الآن عندي هذا الشيء، أحط فيه العجاين، ثم أصكه، أثبته زين كذا،
وثبته زين لما تاخذ الشكل، اذا اخذت الشكل اطلعه وارتبهم ثم احطهم في الكرتون الابيض هذا وادخلهم الميكرويف على بال ما يلزقون على بعض. ان شاء الله يا رب صح علي. بدايه يقول لي اول شيء اطلع الماكرون الازرق، وين الازرق؟ اطلع الماكرون الازرق واسوي كورة. ثم نقول رش شوية موية علشان الرشاش الموية حقي. الآن بعد ما ضغطتها أطلع أفكك الأشياء الزايدة. يفتح حتى حلو كذا، تطلع عندي قطعة ماكرون واحدة اطلعها برقة، هذه قطعة ماكرون واحدة احطها على جنب، اسوي الحين قطعة ماكرون ثانية بس خليني اخليها اصغر، ثم طلع هذه حبة ماكرون ثانية. الان الاحمر، الاحمر مو باساس، خلنا ناخذ اساس ثاني، الاصفر اساس. الآن راح أفك الأصفر لأني راح أسوي بسم الله أساس، ما في بني، ما بس ماكرون اللي أقدر أسويه. راح أقص، لحظة لازم أسوي الشيء الطويل هذا، شلون أقصها كذا جزيلا. طيب 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 وش اسوي الحين؟ عندنا ماكرون، انا راح اسوي حشوة الماكرون الاصفر الحين، اصلا الفها برقة. ايوه شوف شلون لفيتها برقة كذا، ثم راح اسوي كذا، ثم بجيب هذا الطويل، هذول الطوال الخربانات بعد الفهم برقة شوي 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 شوي. ايوه باين شكله، ثم بقى الزينة اللي بالأبيض. الأصفر راح أسوي فيه دائرة ثانية. الآن راح أسوي هذه اللي على شكل صح، حطيت عليها ماية صح، ثم بسوي كذا. آه لازم تصير كل الثنتين ولا ما أدري، نضغط نشوف. أتعلن فكيناها نطلعها. طلعت كذا، هذا الشكل شلون يصلح؟ تمام كأنه بسكوت والله. وين اللي فيه مربعات؟ هذا هو، خليني اضغط عليها شوي. ومين شو شلون بسكوت طلع في مربعات؟ رب النباين يا رب النباين. شنو شكلها؟ بسكوت مربعات. ممكن اسوي تنتين واحط لها حشوة بيضة. والله وناسة، قمة الوناسة، وش ذا الزين. لدرك شريت كرتونين. الان افك الابيض، اقدر اسوي منه اسوي رقم ثلاثة علشان هذا رقم سبعة والرقم سبعة. اوكي طبعا هم حاطين، توني افهم، حاطين في شلون شفتوا هنا الحين بالصفحة، حاطين جنب كل شكل عنده رقم، ثم من هنا مرقمين الاشياء هنا. طبعا كاتبين شرحها بس انا ما ادري شو الشرح، فصرت انا كنت احسب رقم ثلاثة اللي هو هذا، طلع لا ان هذا اسوي منها ثلاثة لما ابغى اسوي اشياء، لكن لما هنا انا ابي اسوي الماكرون هذا اللي فوق رقمها سبعة، وهنا هذا هو بشكل رقم سبعة، لذلك راح أطبق أي رقم سبعة. كبرتها
ما علينا. ثم انا اسوي كذا اضغط بقوة. طبعا ليش اللون الاحمر؟ انا ما احتاج اللون الاحمر. ثم افكها. اوه وناسة، ليش ما طلع شكلها؟ تفتح بسرعة بعد. سينس وسينس وا سوف سوف تقبل السؤال وديناهم من تريو الضيوف. اول مرة يا اخي كاميرتي ما تستعتب بس ولا بتولو. ثم انت تحطنا فوق. واه بس هذا ذكي، لا خربتها. انا اسفة امس، اسفة. بعذرة في قناة، اصبر تذكرت اسمها، باخذها من ريم ثم احطها لكم هنا كذا. واحد يشتغل اشياء كذا بهدوء، ما تسمعون الا صوت الهواء هو يشتغل. كنت اقول نفسي وراه ذا دايم، يعني صدق متابعته وناس، لكن هو ايش ايش وين المتعة في انه يسوي اشياء نفس كذا؟ مثلا انه يسوي سوق في العجينة وفي هذه الاشياء، وين المتعة؟ وين؟ الان فهمت. انا اسفة اني يعني صدق، انا اسفة اني شكيت في متعتك، انا اسفة اني يعني سألت عن الشيء اللي تسوي. انا جدا اسفة، يعني انا اسفة صدق. امسك على الماكرون، طبعا المفروض اني احطها في الميكروويف لكن ما ادري وش مكتوب، ما اعرف اقرا. هم قالين افتحي دخليها بالميكروويف تسعة افتحيها، ثمين يقولون انك تم. لحظة هم حاطين لي صورة. شلون هذا؟ هذه اقصها الان وتصير القاعدة حقتي. اقص هذه واقص هذه الكيك. اوكي فهمت. الان انا سويت بسكوتين، وش علشان ثم البسكوتين علشان اكملهم حشوتهم. شو البسكوتين؟ البسكوتين حشوتهم كذا. العجينة اللي عندي يكفيني اسوي كل هذولي. انا سويت ثنتين، الان بسوي البسكوتة هذه. سويت بسكوتين صفرات، المفروض اني سويتهم حمرات لكن ما عندنا مانع. هذه بسكوتة طبعا سويتهم دائرات، ما سويتهم مربعات. ثمين اجيب ابيض افكه كذا، واجيب ثاني اسوي نفس الحركة علشان ادخلهم على بعض. ممتع يا ناس، مرة ممتع مرة ممتع مرة ممتع يا ربي. لفيتهم، راح ادخل هذه على هذه واشدها. وس 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 شوف شلون دنوني دنوني دنوني. ربي كاميرتي، يبي اشتري كاميرا جديدة. تبا شدي حارس. تكفين. ايوه اكيد خيرا وضحت. شوف الزين وزينهم واه 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 تنن يا اخي وش ذا الزين. ثم انا عاد الحين بسوي الفاكهة اللي فوقها، ما ادري وش الكلمات، يعني واضح انه وقعت في العشق. يعني 30 ريال تستاهل بصراحة، وش 30 ريال رخيصة. حتى كنت شايفة واحدة نفسها $24 وقلت لنفسي لا يا الجوهرة ما راح تعجبس anyway، بس للتجارب. وشو $24؟ منين لسه $24؟ غالي وبلازم. انا اسفة اني كنت فكرت افكار غير جيدة، انا اسفة صدق. ثم جينس ولا وزينهم سوف ثمين. هذا وش بعد اسوي؟ هذا هو الان راح اقص هذولي علشان احط فيها البسكوتة حقتي والهذولي. ملاحظة مهمة اكتشفتها وانا احوس، اقدر اخلط الالوان تطلع لي الوان ثانية. تو خلط طلع لي لون اخضر، وين راح؟ استخدمته صح. اقدر اسوي لون وردي، اقدر اسوي اللون البني. اذا اخلط الازرق مع الاصفر ثم اخلطهم يطلع منه اخضر، واخلط الاخضر هذا مع شوية احمر يطلع لي بني. هم حاطين هنا دوائر ملونة ثمين النتائج، توني انتبه لها.
صراحة توني انتبه لها، يعني الألوان اللي أعطاني إياها هي الألوان الأساسية، ومنها أطلع حوسة، ومنها أطلع الأشياء اللي أنا أحتاجها. هذه نقطة جدا رائعة. والآن مثل ما تشوفون انتهيت من صنع المساحات. الصندوق الحين وصل لآخر نقطة اللي هي تقييم الكرتون. هذا المنتج. بداية المنتج وعدني بست أنواع حلويات اللي هي 2 ماكرون، 1 وفل، 1 شو اسمك بسكوت فاكهة، 1 بسكوت محشي. أنا سويت 1 2 3 4 5 6 7 أصناف مختلفة من الحلويات. طبعا ما انتبهت اني اقدر اغير الالوان واطلع الوان جديدة الا بالنهاية، مرة خلصت، لذلك ما سويت. عطاني الوان اساسية الثلاثة اللي هي ازرق اصفر احمر وابيض، عطاني الالوان الاساسية وحطالي كلر شارت علشان اطلع الالوان الفرعية منها. طبعا انا ما انتبهت لهذا الامر بتاتا الا لما خلصت، عشان كذا بس سويت بنفسجي ووردي. وبعد ايش فيه؟ جدا ممتع، جدا جدا ممتع، يعني ممتع جدا جدا. انا بديت اصور درس الساعة 11، ما تركت العلبة الا الساعة 3 بالليل، بس العب 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 واطلع وزين اطلع وزين، فكان جدا جدا ممتع. السعر، المتعة والنتيجة والتعلم اللي تعلمته، يعني تذكرت الالوان وكيف ان الالوان اصلا تتكون من اساسية وفرعية ويطلع منها اللم لما خلصت، يعني متى اخر مره خلصت لونين عشان يطلع لون ثالث اصلا. فكان جدا جدا ممتع، وايضا يعطيك تعلم جيد. الاداه اللي هي اداه الكبس اقدر استخدمها بعدين في صلصال او شيء، فكانت يعني مفيده، اقدر استخدمها اكثر من مره. السعر 30 ريال سعودي بس اللي انا شريتها، اللي هي 7.80 دولار. هلا لا اقدر استخدمها بعدين. يعني على سعرها صراحة يعني ما أحس إني ما استخسرت ولا ريال عليها نهائيا. حتى في صناديق أكبر أقول نفسي ليش ما جبتها وأنا أشتغل، يعني مرة وناسة. النتيجة جدا جميلة، جدا 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 رائعة مثل ما تشوفون. حطيت بعضهم بالميكرويف ولزقوا على بعض، بحط الباقات بس صراحة أنا خايفة مرة خاف ينفجر علي ولا شيء، لذلك ما راح أحط، بس حطيت الوافل هم اللي حطيتهم بالميكرويف. النتيجة جميلة ممتعة، الشكل جميل تمام مثل ما وعدني الصندوق. سويت 6 أشكال، سويت أشكال زيادة. البقايا الصندوق راح أستخدمها، العلبة البيضة راح أستخدمها تغليف شيء معين، هذه الأشكال راح أحطها زينة في مكتبي. وبس أنا جدا مستمتعة صراحة، يعني تقييمي يقول 10 من 10 بدون أي نقاش. حتى النتيجة مثل ما تشوفون كيوت، مرة كيوت، مرة جميلين. واللي شفتوا هذه الأشياء الورق تقصصونها وتحطونها، يعني مثلا أنت لو سويتين نفسك راح، أنت لما تسوينها نفسك راح تستمتعين كبير. طبعا الصندوق هذا له عدة إصدارات، شوكولاتة وكيك ومافن وحلاو، أنا اخترت الحلويات، فكانت تجربة جدا ممتعة، ما تحسفت أبدا، يعني تجربة ناجحة بكل المقاييس. وبس هذه تجربة هذا الأسبوع من خنجرب الإنترنت. حاليا ما عندي ولا منتج في بالي أجربه، ما أدري، دورت في النت ما لقيت شيء ممكن إني أجربه. صار في بالكم منتج تبغوني أجربه، بليز 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 اكتبوه في الكومنت، أو أرسلوا لي عبر craftyforall@gmail.com. صار عندكم منتج عمل يدوية ما تبغونه في البيت وتبغوني أجربه، بليز 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 ارسلوا لي إيميل قولوا لي عنه حتى أقدر أجربه بعدين. شكرا جزيلا لمتابعتكم، وعطوني رأيكم في الكومنت على المساحات اللطيفة الكيوت هذه.